أتمنى الكارين إن أنا أشوفها أحسن واحدة، وأتمنى إن هي تكون فنانة جميلة وتعمل لوحات ومعارض تظهر فيها فنها، لأن هي فعلا فنانة وإيديها حلوة في الرسم. بتمنى لها إن هي التوفيق تبقى سعيدة. أنا مش خايف على كارين، مش خايف على كارين من الأيام، لأن اللي جابها هو متكفل بينا وبيها. فأنا بتمنى لها كل مستقبل باهر، وإن هي تنجح، وإن هي تشوف كل حاجة كويسة ونفسها هي فيها. إن أنا نفسي أتمنى لها إن هي تكون على طول مبسوطة. ده الأمنية اللي أنا بتمنى لها. أنت نفسك في إيه يا كارين؟ بنفسي أقابل على رئيس السيسي. ليه؟ علشان أنا عايزة أقابله، علشان بتحبيه؟ عشان أنا بحبه. وعندكوا إيه؟ أو عاملين القانون و ذوي القدرات الخاصة، هو القدرات الخاصة والأصحاب الهمم. الهمم هو عامل لكم حاجات حلوة كتير، عشان هو عاملين حاجات حبي كتير، عشان أنا بحب بنفسي أكون مذيعة زيكم كده. عايزة تبقي مذيعة؟ بتحب التمثيل كمان؟ بتحب التمثيل؟ أنا بحب التمثيل، وتحبوا أي حاجة أنا اللي عاملها لكم. أنا دلوقتي فرحانة جدا، وأنا بحبكم قوي 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 قوي. أشكركم، وبحب أشكر كلكم فعلا، كلكم فعلا من قلبي، وأنا فرحانة وبحب لكم دلوقتي كلام حلو كده أنتوا تحبوه. وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم على خير، أشوفكم على خير، والفيديو الجاي إن شاء الله على قناة سي دي في، انا بحبها جدا. استنونا في برنامج انسان على قناه سي دي في. ربنا موجود. نظره المجتمع هي محتاجه توعيه، لان بيبقى فيه تنمر كتير عليهم، فاحنا محتاجين بس توعيه على ذوي القدرات الخاصه. بلاقي كتير برضو فيه تنمر، فيعني يا ريت يبقى فيه توعية ليهم، علشان دول حاجة جميلة احنا بنتباهى بيهم. انا بفتخر ان كارين بنتي بجد، يعني مش حاجة هي عالة عليا او عاقة عليا، لا انا حاليا بفتخر بيها. بتعمل حاجات كتير حلوة في الفن، وبتساعدني في البيت، بتساعدني كتير. مش حاسة ان هي عبء عليا، هي ممكن تكون بتاخد بس حركتهم بطيئة شوية، عايزين صبر شوية، لكن بينجزوا وبيعملوا حاجات حلوة كتير. دي هدية من السماء، مش هدية أرضية. ده كل يفخر بيهم، لان دي حاجة ربنا، عطية الله. حد يقدر يقول حاجة على عطية الله؟ ده عطية الله عظيمة. يعني انا دلوقتي بشكر ربنا ان ادانا كارين هدية فعلا من ربنا. بقول لكل أم إن هي اللي عندها طفل داون تشكر ربنا، إن دول هدية من ربنا وحاجة جميلة جدا. إحنا يعني مش قادرة أقول الفرحة بكارين قد إيه دلوقتي.